يعني النهارده الحمد لله بالمناسبه البعثه وصلت بالسلامه صباح اليوم الحمد لله، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم باذن الرحمن. بص، لو احنا هنتكلم شويه عن شخصيه النادي الاهلي، انا في كلام الواحد ممكن يقوله، يعني خلينا نضرب امثله كريم مثلا ببعض اللعيبه. لو على سبيل المثال ممكن اقول لك محمد شريف. محمد شريف من اللعيبه على فكره التقال جدا. محمد شريف لاعب فعلا محترف، لاعب فعلا محترم، لاعب فعلا تقيل. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لان امبارح كان اكبر دليل. اولا لو نرجع لورا شويه، محمد شريف وتالقه منذ قدوم موسيماني، والتالق ده يعني فضل ليه شهور عديده جدا، واخدنا معاه بطولات كويسه جدا. جه بعد كده ربما فتره منتخب مصر كان في تاثير الى حد ما سلبي شويه، وده راجع لعوامل نفسيه اكثر منها فنيه، خلينا برضو عشان ده شيء وده شيء. جيت بعد كده مع انضمامك مره ثانيه والرجوع مره ثانيه للبطولات المحليه والافريقيه مع موسيماني، ابتدى الوضع يختلف الى حد كبير برضو مع محمد شريف وتحديدا كمان مع قفشه. بس ليه امبارح انا هتكلم تحديدا على محمد شريف؟ محمد شريف نزل في الدقيقه 86، أيوة. احرز الهدف في الدقيقه 92، يعني انت بتتكلم في 6 دقائق. لما يبقى عندك لاعب بهذا الاحتراف، واللي البعض كان بيشكك فيه، هو محمد شريف مستوى ما له، قال هو محمد شريف هيرجع امتى؟ محمد شريف كل مباراه تقريبا بيثبت لك ان هو بيعود او عاد الى مستوى يمكن افضل كمان. فده كان ضمن التغييرات طبعا اللي موسيماني عملها امبارح، والتغييرات اللي كانت ناجحه جدا، تغيير طاهر محمد طاهر بيه محمد شريف، ففعلا كان اداء رائع. فده شق صغير كده، ادينا مثال صغير على فكره شخصيه الاهلي، اللي كمان موسيماني بالمناسبه يا كريم بيبقى حريص جدا ان هو يعني تكون من الناحيه الفنيه والناحيه النفسيه موجوده على ارض الملعب.